أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس، يلا نبدأ كلماتنا مع الوحدة الثالثة. A local television program. A local television program يعني برنامج تلفزيون محلي. Local يعني محلي. يعني إيه محلي؟ يعني داخل الدولة، يعني داخل المنطقة بتاعتنا. أوكي، يلا نشوف بعد كده ونقرأ كلماتنا. Receptionist. Receptionist. Worried. Worried. Program. Program. Hastily. Hastily. Cartoon. Cartoon. Prefer. Prefer. Daughter. Daughter. Leave. Left. Left. زي ما اتفقنا ان كل فعل ليه ثلاث تصريفات، مصدر وماضي وتصريف ثالث. Remember. 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 X-ray. X-ray. Safety. Safety. Hit. 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 Actor. Actor. Episode. Episode. Broken. Broken. Frightened. Frightened. يلا ننزل للجمل بتاعتنا ونقرأ ونشوف. طبعا زي ما قلت لكم مهم قوي نعرف البارت اوف سبيتش، وقلت لكم ان البارت اوف سبيتش مهم وبيساعدني في الاختياري كتير. يلا نقرأ كلماتنا ونحل. I watching movies on cinema، يعني انا بفضل ان انا اشوف الموفي ايه في السينما. يا ترى ليف ولا اكس راي ولا بريفير؟ طبعا هي بريفير. بريفير معناتها يفضل. اوكي اللي بعدها. Children always watching on TV. الأطفال بيشوفوا إيه في التي في يا ترى؟ بيشوفوا actor ولا cartoon ولا safety ولا receptionist؟ طبعا هم بيشوفوا الإيه receptionist. اوكي I'm sorry. بيشوفوا cartoon. Children watching cartoon. He had a bad accident and his arm was. أول ما أشوف طبعا his arm was، هقول his arm was what؟ His arm was broken. بعد كده there are new of the Turkish series. في new what؟ New episodes. عندي new episodes. Okay. ده بالنسبة للجزء الأول، يبقى احنا عرفنا الاختياري بتاعه. يلا نشوف الجزئية الثانية. عندي المفروض ان انا هكمل الجمل دي بالكلمات اللي موجودة عندي. عندي leave، وleave دي يعني يغادر، والبارت اوف سبيتش بتاعها verb. وعندي frightened. Frightened يعني خائف. وعندي leave مرة تانية متكررة. وعندي worried يعني قلق. وعندي remember يعني يتذكر. I didn't call Sarah. I have to call her now. هو اكيد ها نسيت ان انا اكلم ايه سارة، يبقى I didn't remember هنا. كتابة على الكمبيوتر صعبة شوي. Remember. Okay. بعد كده Don't be every problem had a solution. يعني ما تقلقش كل مشكلة ولها ايه حل. So don't be worried. بعد كده Dana is not at home. You can a message. You can what? You can leave a message for her or to her. تقدر ان انت تسيب لها ايه message. Leave يعني يترك رسالة. بعد كده My friend is to fail the exam. طبعا my friend is what? My friend is frightened to fail the exam. هو خايف ان هو يضيع عليه الاكزام او ان هو ما يحلش الايه الاكزام. طبعا الكتابة على الكمبيوتر صعبة، انا حاولت ان انا اغير واسجل على الكمبيوتر لانه ممكن يكون الصورة اوضح شوية. He had a bad accident, a car him while crossing the road. يعني السيارة صدمته وهو بيعبر الطريق. يا ترى اكس راي ولا ريمبر ولا هيت ولا ليف؟ طبعا هي هيت. اللي بعدها
I have two and a son named as Yumna, Alia and Ahmed. Actually, there are my daughters and son. So I have two daughters and son. I want to be a famous as I study at this Radical Acting Institute. واحد بيدرس في المعهد المسرحي يبقى هو عايز يبقى ايه؟ يبقى سيفتي ولا اكتور ولا سفير ولا ريسبشنست. طبعا هو عايز يبقى اكتور ممثل يعني. He had to make an او a before visiting the doctor. قبل ما يروح للدكتور هو محتاج ان هو يعمل ايه؟ محتاج ان هو يعمل اكس-راي. بعد كده I feel whenever I watch scary films. لما نشوف السكيري فيلمز بحس ان انا ايه يا ترى؟ بحس ان انا broken ولا بحس ان انا exciting ولا بحس ان انا worried ولا بحس ان انا frightened؟ اكيد بحس ان انا frightened، بخاف من، والله في ناس بتحب انها excited مش exciting على فكرة. So it's frightened here. بعد كده gerund. يعني ايه gerund؟ يعني فعل plus ing. يعني ايه gerund يا جماعة؟ يعني فعل زائد ing. في حالات معينة بحط وراها gerund. زي ايه بقى؟ repeat, prefer, like, enjoy, can't stand, can't resist, and go. نقولهم تاني. prefer, like, enjoy, can't stand, can't resist, and go. can't stand و can't resist يعني لا يستطيع مقاومة. can't stand و can't resist يعني لا يستطيع ايه مقاومة. I can't stand مثلا drinking Pepsi. انا مش قادر اقاوم شرب الايه البيبسي. اهو عشان متربع مش هنكتب فيه. يبقى can't stand يعني لا يستطيع مقاومة و can't resist the same. I can't resist eating chocolate and so on. يبقى prefer, like, enjoy, can't stand, can't resist, go بيجي وراهم فعل plus ing. prefer يعني ايه؟ يعني يفضل، ولايك يحب، وانجوي يعني يستمتع به، وكانت ستاند يعني لا يستطيع مقاومة، وكانت ريزيست نفس الشيء، وجو يعني يذهب. you can say go swimming, go running, etc. okay, let's complete. I like swimming. نلاحظ ان انا عندي بعد like جالي verb plus ing. I prefer running to walking. نلاحظ ان بعد prefer جالي running verb plus ing. We enjoy singing. لاحظ ان enjoy يعني يستمتع به جالي وراها verb plus ing. I can't resist drinking coffee. مثل لمية طبعا can't resist drinking coffee. لا استطيع ان انا اقاوم شرب القهوة وجالي بعد can't resist verb plus ing. We can't stand waiting for my dad's coming. طبعا can't stand يعني احنا مش قادرين نستنى ننتظر الايه بابا لما يجي. بعد كده يلا نشوف الكلمات ونختار. My brother likes اكيد likes what he likes watching scary movies but ولا because ولا and my sister prefers. طبعا طالما في تناقض يبقى هناخد ايه but. يبقى ده بيحب watching the scary movies لكن السيستر بتحب الايه she prefers reading stories. طبعا انا عندي prefer بيجي وراها verb plus ing. ليه prefers reading stories because ولا so ولا but she wants to be a writer. طبعا because she wants to be a writer لان هي عايزة تكون writer. I can't stand watching scary movies as I enjoy. بعد enjoy اللي هي استمتع فيه ب verb plus ing watching. بعد كده عندي زمن الماضي البسيط احنا خدناه قبل كده فاحنا هنمر عليه سريعا. يستخدم للتعبير عن حدث انتهى في الماضي وهو عبارة عن ايه؟ التصريف التاني للفعل. واحنا عارفين ان انا عندي افعال منتظمة وعندي افعال شاذة. الأفعال المنتظمة اللي بتنتهي بالدي أو الإي دي أو الآي إي دي والإرريجولار فيربس هي أفعال شاذة فبالتالي ملهاش قاعدة. إيه الكلمات الدالة عليها؟ repeat after me. yesterday, last, ago, one day, once, in the past. again, yesterday, last, ago, one day, once, in the past. وعندي كمان in the ancient time وعندي once upon a time. كل دي كلمات بتدل على الماضي. أهمهم وأشهرهم اللي هما الأوائل yesterday, last ago, one day, once, in the past.
ويلا نشوف بقية الكلام. طبعا الريجولار فابس زي جا وانت، ده الريجولار يا جماعة، وانت دي هي الماضي. ايت ات طبعا ده الريجولار لان هو مش بينتهي بالدي او الاي دي او الاي اي دي. عندي كمان دو وديد، النفي الماضي، الماضي بيتنفي بايه؟ didn't زائد المصدر، didn't زائد المصدر، يبقى الماضي بيتنفي بايه؟ didn't زائد المصدر. اقول I played I didn't play، الاحظ ان هنا جالي مصدر بدون اضافة. I went I didn't go، الاحظ ان بعد didn't جالي مصدر بدون اضافة. السؤال استخدم did كأداة استفهام بمعنى هل. Did you enjoy your time yesterday؟ طبعا هل استمتعت بوقتك؟ طبعا عندي بعد did جالي مصدر بدون إضافة، هقول أجاوب أقول yes I did. ممكن استخدمها فعل مساعد what did you do yesterday. ومهم جدا إن احنا نشوف الفيديوهات اللي هي موجودة في أول المذكرة، نشوف الفيديوهات اللي موجودة منها فيديو تكوين السؤال لازم نشوفه، منها الفيديو بتاع تكوين السؤال والنفي ده مهم جدا لازم طبعا نشوفه في اول المذكرة مع الفيديوهات الخاصة بالازمنة. نشوف الكلام اللي بعده، يلا نشوف امثلة. I walked، عايز انفيها اقول I didn't walk. طبعا didn't اكتبها not بالشكل ده وممكن اكتب not بالشكل ده. You walked، عايز أنفيها أقول you didn't walk. ممكن أكتب didn't did not وممكن أكتبها didn't بالاختصار بالشكل ده. He walked he didn't walk. يبقى الفكرة هنا أن أنا ممكن أكتب didn't بالشكل ده بدون اختصار وممكن أكتبها an apostrophe. هنا عايزني أكون أسئلة. Where طبعا where go، هكون سؤال هقول إيه where. طبعا الكتابة هنا أصعب شوية لأن الكتابة بالقلم أسهل كتير. Where did طبعا هو عايزني أتكلم على رب. Where did he go، بس كده وعلامة استفهام. يبقى أنا عندي تكوين السؤال بجيب الأداة الاستفهام بعدين فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل إيه في المصدر. لازم نلاحظ إن بعد did وبعد didn't الاثنين بيجي وراهم مصدر بدون إضافة. تمام تمام. How spend his night، يبقى نفس الفكرة هقول How did he spend his night. How أداة الاستفهام معناها كيف، How وبعدين did وبعدين he وبعدين spend وكمل his his night. How did he spend his night، وكمل جملتي عادي وعلامة استفهام. When woke up هقول when did he wake up. Okay. When he when did he when when did he wake up. How long did he stay? The same. Okay, enjoy his stay. Did he enjoy his stay? هنا مفيش أداة استفهام. Did he بعد كده did he stay in a hotel when did he leave and so on نفس الطريقة.
نفس ما كتبنا هنكتب. اوكي يبقى when did he leave. اوكي did he stay at a hotel. وهنا هنقول the weather fine. يبقى ايه was the weather fine. Was the weather fine. هنا مختلفة شوية. هل كان الطقس fine؟ كتابة صعبة بالماوس. انا دايما بسجل بالايباد بس حبيت اسجل باللابتوب عشان ممكن تكون الصورة تبقى اوضح شوية. Was the weather fine. بعد كده يلا نشوف نفس الشيء. How return. How did he return. When arrive home. When did he arrive home. بعد كده عندي to correct the following verbs. The phone ring early yesterday. Yesterday يعني ماضي. Ring هتبقى ايه. Ring هتبقى rang. يبقى الماضي رينج رانك. A car hits my friend last day. last كمان بتدل على الماضي والماضي من hit هو hit. hit 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 يضرب او يصدم التلاتة زي بعض. Sarah didn't went to the party. طبعا went الانفينيتيف فورم بتاعها go. When did Jack comes. طبعا عندي comes الاصل بتاعها come. حلو. بعد كده Rob paint his room home yesterday. paint طبعا هتبقى painted. My father not go last Friday. طبعا last بتدل على الماضي هتبقى didn't go. بعد كده يلا نختار الجملة الكلمة الصحيحة. It a good chance to meet Mr. Allen yesterday. طبعا it was. I didn't. didn't بيجي وراها مصدر. طبعا I didn't sleep. Dad used to. دي اللي هي اعتادة أن. We a new red car last Friday. last بتدل على الماضي والماضي عندي هو الفعل bought. I used to. Sarah didn't travel لأن كلها ماضي هنا. Okay, as she missed the train. My teacher, our task 2 days ago. طبعا 2 days ago بتدل على الماضي وين الفعل الماضي اللي هو المنتظم اللي آخره إيدي. نيجي لأسئلة القطعة واتفقنا أن أسئلة القطعة في أسئلة أنا المفروض أكون عارفها وأسئلة محددة مش هتحيرني اللي هي إيه يا ميس لميا اللي هي أفضل عنوان. زي ما احنا شايفين كده يجيب لي ضمير اسمه pronoun reference ضمير على اي كلمة يعود وعلشان اعرف ده زي ما اتفقنا بنرجع طبعا ونشوف ايه الضمائر ونعرف الضمائر كويس علشان نقدر نحلها. بيطلب مني كمان معنى كلمة او ضد كلمة وبيطلب مني هدف الكاتب من القطعة. يا ترى هو الكاتب كان هدفه ايه او يقصد ايه من القطعة بتاعته. وبيجيب لي مجموعة من الجمل وبيقول لي الجمل دي صح ما عدا يعني عايزني أطلع الجملة الخطأ أو الجمل دي خطأ ما عدا. فهمي لنمطية الأسئلة والأنواع الأسئلة النمطية هيريحني كتير. وهبدأ أدور على الأسئلة التانية وزي ما قلت you have to read for a reason لازم أقرأ لسبب. أكون فاهم كويس إن الأسئلة النمطية اللي عندي اللي هي أفضل عنوان pronoun reference معنى كلمة ضد كلمة and so on. وفي نفس الوقت أبدأ أقرأ السؤال اللي أنا مش عارفه وأدور على الإجابة بتاعته. يلا نقرأ القطعة سوا. Japan is a group of islands in the southeast of Asia. يبقى هي إيه؟ مجموعة من الجزر تمام في southeast of قارة آسيا. It is not a very big country but it has a large population. هي مش كبيرة بس فيها تعداد سكاني كبير. Tokyo is the capital city. العاصمة اسمها إيه؟ طوكيو. The sea is important for the Japanese. البحر مهم ليه؟ They cultivate pearls in the warm water around the islands. لأن هم بيزرعوا اللؤلؤ. They also grow rice and vegetables. طبعا كمان بيزرعوا رز وvegetables. Japan is mainly an industrial country. يعني دولة صناعية. Some of the best products like radios, television, computers, cameras and cars come from Japan. معظم المصنوعات الحاجات طبعا دي التلفزيون الكمبيوتر كله مصنوع في اليابان. And they
طبعا شوف زي دي عايدة على مين. علشان اطلع البرناون ريفرنس لازم اقرأ الجملة اللي قبلها علشان اعرف. They are famous over the world. So طبعا كلها مشهورة. Made in Japan is a trustful label. طبعا علشان اشتري حاجة مكتوب عليها Made in Japan ده بقى الايه الثقة الحقيقية. The Japanese are very polite and active people. هم ناس polite وكمان active. They work hard. They didn't sit on chairs when they eat. دايما بيشتغلوا لما يجوا ياكلوا مش بيقعدوا على chair. They kneel on the floor. Kneel طبعا kneel يعني ايه يركع and so on. Kneel يعني يقعد على ركبته. They don't use knives, forks or spoons. مش زينا بيستخدموا الشوك والمعالق and so on. They use wooden chopsticks اللي هي العصيان دي. Their favorite food is raw and fish and rice. بياكلوا السمك الني مع الرز. The Japanese writing is very strange. كتابتهم غريبة. It has no alphabet as in Arabic or English. مش عندهم حروف زينا. It has a system of pictures and the writing goes from top down. عبارة عن صور top down, top up, sorry, top bottom من فوق لتحت. Japan is a good model of a modern country. هي موديل للدولة الحديثة. ايه بقى البيست تايتل؟ يلا نشوف. طبعا انا بقى عارف على طول افضل عنوان. Made in Japan ولا industrial countries ولا Japanese ولا writing ولا all about Japan. طبعا هي all about Japan. The underlined word kneel. معنى kneel ها stand ولا sleep ولا sit. طبعا هي الأقرب معنى ليها يجلس. يجلس على ركبته يعني. The underlined pronoun they. They دي عايدة على ايه؟ طبعا لما قرينا الجملة اللي قبلها كانت بتتكلم على البرودكتس بتاعة اليابان اللي هي المنتجات اليابانية. برودكتس يعني منتجات. The Japanese writing is different because ايه السبب اللي هي different? It has a lot of labels ولا it's very ancient ولا it has no alphabets ولا it goes from left to right لأن هي has no alphabet علشان كده هي غريبة. Japan is crowded country because ليه هي مزدحمة? It grows vegetables ولا it has a large population ولا it's an Asia ولا it's a group of islands. طبعا السبب ان هي فيها large population تعداد سكاني كبير. The writer's purpose of writing the text is to ايه هدفه يا ترى؟ Give us information about Japan ولا help us to buy Japanese cars ولا travel tell us to travel to Japan on holidays ولا advise us to eat Japanese food. طبعا give us information about Japan. How do the Japanese eat their food؟ طبعا هنقول نجاوب إجابة كاملة. نقول نحذف السؤال علامة الاستفهام. يبقى the Japanese eat their food by chopsticks زي ما هي موجودة في الايه في القطعة. اوكي. Why is Japan a good model of a modern country? Why? Because طبعا they are polite, they are active, they have a trustful brand and label. هم عبارة عن طبعا trustful يعني land and label علشان كده هي modern country فيها صناعات كتيرة and so on. كل دي أسباب نقدر نقولها. بعد كده write a paragraph about what? About TV, watching TV. عندي free time, عندي spend hours, عندي browser, program and news. يلا نشوف ازاي هنكتب الموضوع بتاعنا. يبقى انا في النص هكتب watching TV او TV عموما. I can say here in is fun. Watching TV is sorry fun. يعني forgive me bad handwriting. Watching TV is fun. تحقول ايه at free time. يبقى I watch TV at free time. يبقى انا بشاهد TV في my free time في وقت الايه الفراغ. I can say that I watch cartoon or I watch scary movies and so on.
زي ما اتفقنا احسن ان انا اكتب فريز مش كلمة ومش جملة، جزء من الجملة. So difficult. اوكي بعد كده watch cartoons with my brother here. Okay, I can say here I watch my watch with my brother. My favorite program, مثلا is. Animals World اللي هو عالم الحيوانات. Animals World or whatever you can say any other program. تمام يلا نكتب جملنا. هقول هنا TV is fun or watching TV is fun. انا هكتب الجمل الاسهل شوية عشان اصلا الكتابة صعبة عندي. TV is fun. I watch TV at my free time. I watch TV with my brother. I spend 2 hours watching TV. بقضي ساعتين وأنا بشاهد التي في. هذه دي اوكي. 2 hours. Not why, it's you watching TV. I like watching cartoon. اخر جملة خالص هنقول فيها my favorite program is the sea world عالم الحيوان وبس كده. بس نزود الجملة الاخيرة عشان ايه، انا تعبت من كتر الكتابة بالماوس. اوكي my favorite program is the sea world. تمام كده وكده يبقى خلصنا الوحدة. اتمنى ان انتوا ترجعوا للفيديوهات اللي في اول المذكرة هتفيدكم كتير. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو الخاص بتكوين السؤال هيفيدكم برضو كتير. وسي ان شاء الله في الوحدة الرابعة. goodbye my dears.